البداية طبعا بالأخبار المحلية، وبداية أخبارنا المحلية بالأخبار عن منتخبنا الوطني وبعثة المنتخب تصل القاهرة وإجراءات صحية خوفا من إيبولا. وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة قادمة من السنغال على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت نحو 7 ساعات، وكان المنتخب المصري خسر بـ2 دون مقابل أمام السنغال في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015. وقامت سلطات المطار ببعض الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة اللاعبين وعدم إصابة أحدهم بفيروس إيبولا القاتل، وقام اللاعبون بالتواجد في الحجر الصحي لإتمام إجراءات الإفراج الصحي. ولسه مكملين مع أخبار المنتخب المصري، وشوقي غريب أتحمل مسؤولية الخسارة أمام السنغال. قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني أنه المسؤول الأول والأخير عن الخسارة بثنائية نظيفة التي تعرض لها الفراعنة في مباراة السنغال التي أقيمت بينهما على ملعب سيدار سنغافور في افتتاح منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2015 بالمغرب. وأشاد شوقي غريب بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر رغم أنه ليس في مركزه الأساسي، موضحا أن عدم وجود خبرة دولية لدى صبري رحيل كانت سبب استبعاده من القائمة خوفا أن تؤثر مباراة بحجم السنغال عليه في حالة عدم تمكنه من تقديم أداء جيد. وإلى أخبار النادي الأهلي، والأهلي يغلق ملف الصفقات الجديدة ويؤجل العقد الشاغر للانتقالات الشتوية. قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي غلق ملف الصفقات الجديدة والاكتفاء بالعناصر التي تم التعاقد معها مؤخرا والاحتفاظ بالبقعد الشاغر في القائمة إلى فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل، تحسبا لحدوث أي أمر مفاجئ قد يؤدي للتعاقد مع لاعب في مركز معين. وأبلغ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني المسؤول لجنة الكرة برغبته في الاحتفاظ بالمقعد الشاغر في ظل عدم إمكانية التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع مميز لتدعيم الصفوف. وشدد جاريدو على أنه سيعتمد على المجموعة الموجودة لديه حاليا مع تطعيمها بعدد من اللاعبين الناشئين لسد أي عجز قد يطرأ على الفريق خلال الفترة المقبلة. ولسه مكملين مع أخبار النادي الأهلي، وجريدو يستقر على الثلاثي رشدي وحازم ورزق في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك. استقر الجهاز الفني للأهلي على بعض العناصر الجديدة للانضمام للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها موقعة السوبر أمام الزمالك يوم 14 سبتمبر الجاري، في مقدمتهم إسلام رشدي ومحمد رزق اللذان وضح ارتفاع مستواهم بدرجة كبيرة فنيا وبدنيا، ومن أفضل اللاعبين المتواجدين مع الفريق في الفترة الأخيرة. كما اقترب أحدث الوافدين شريف حازم للانضمام للتشكيل الأساسي لتدعيم الدفاع الأحمر على حساب أي من محمد نجيب أو سعد سمير، وقد حجز ثنائي صبري رحيل وباسم علي مكانهم لقيادة الجبهتين اليسرى واليمنى، بالإضافة إلى أن هناك مفاضلة بين عمرو جمال وعماد متعب لقيادة الهجوم الأحمر بجوار محمد فاروق الذي أثبت جدارته بالتواجد في التشكيل الأساسي. وإلى أخبار نادي الزمالك، والزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي بصرف جزء من المستحقات المتأخرة. قام الزمالك بصرف جزء من مستحقات لاعبيه القدامى، وذلك لتحفيزهم قبيل مباراة السوبر أمام الأهلي والمقررة لها 14 سبتمبر الجاري. وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بصرف جزء جديد من مستحقات اللاعبين القدامى والخاصة بمقدم عقودهم عن الموسم الجديد. وتأتي هذه الخطوة
خطوة لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الأهلي. وحسام حسن يوافق مبدئيا على عودة شيكابالا للزمالك. رحب حسام حسن المدير الفني للزمالك بعودة محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب سبورتينغ لشبونة البرتغالي لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد إعلان ناديه رغبته في إعارة اللاعب لمدة موسم بدون مقابل. وينتظر حسام حسن الحصول على موافقة مجلس الإدارة لإتمام عودة شيكابالا لصفوف الزمالك رسميا وتواجده مع الأبيض خلال الموسم الجديد. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل ونرجع تاني نكمل أخبارنا من الملاعب الإفريقية والعربية، تليها الأخبار من الملاعب العالمية، ابقوا معنا.